أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم الصادق للبرلمان الليبي في قيادة الحوار الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من قبل الشعب، داعيا مجلس النواب الليبي لمواصلة دوره في إطار اتفاق الصخيرات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لقد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي، وندعوكم والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى ضرورة مواصلة دوركما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما ندعو من خلال منبركم هذا جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة.